يمكن نكون حرمين حالنا من كتير اشي هالايام، بس ما عليه، هيك بنحمي حالنا واهلنا وبلدنا. ما عليه، فترة وبتقطع. انا قاعد بالبيت وعم بشتغل من البيت ايامي مثل ما شايفين، بصور من البيت. هذا الشيء كله بعمله من اجل الوقايه، لانه هي السلاح الاول والاخير والسلاح الفعال. انتم كمان خليكم بالبيت، هي فتره واكيد بعزيمتنا واصرارنا وقوتنا رح تقطع. فتره بتقتضي منا كلنا نكون قد المسؤوليه، لانه الخطر على الجميع من الصغير للكبير. عشان هيك خليك بالبيت فتره وبتقطع. امن الصحه والاجتماع بيوقف علينا، من واجبنا نلتزم بالتعليمات فترة وبتقطع. التزامنا بإجراءات الوقاية بتعجل من انتصارنا على الكورونا. كرمال هيك خلونا ملتزمين بيوتنا، لأنه الأكيد إنه فترة وبتقطع. نحن اليوم أمام خيارين، إما منكرر التجربة الصينية منكون ملتزمين بتعليمات الجهات المعنية، أو حنكون قدام نموذج شبيه بالشي اللي صار بإيطاليا. خيار بإيدنا، بالنهاية فترة وبتقطع. كنا زهقنا وتعبنا، بس لتكون عن جد فترة وبتقطع لازم نضل بالبيت بعد شوي ونتحمل.